أكد رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غولوفتينكو أن زيارته إلى مصر تشكل خطوة إيجابية لتعميق التعاون الثنائي بين القاهرة ومينسك. وأضاف رئيس الوزراء البيلاروسي أن البلدين حققا معدلات تبادل تجاري جيدة رغم العوائق المتعلقة بأزمات الاقتصاد العالمي لافتا إلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم بهدف تطوير العلاقات. هي زياره تاريخيه اقوم بها للمره الاولى لرئيس وزراء بيلاروسيا لجمهوريه مصر العربيه وسوف تكون خطوه جاده لتعميق التعاون بين الدولتين والحكومتين بيلاروسيا ومصر حققت العديد من الانجازات في التعاون التجاري على الرغم من العوائق وعدم الاستقرار في العديد من المناطق في العالم خاصة في المشكلات المالية والاقتصادية في العالم التي أثرت بشكل كامل على العلاقات الاقتصادية مع دول عديدة أود أن أقول لقد وقعنا اليوم العديد من مذكرات التفاهم الهامة في تطوير العلاقات بين مصر وستعزز من شروط التعاون ساتروجست. بين مصر وبيلاروسيا <applause> لقد بدأنا العمل المشترك الدؤوب للتعاون الصناعي والصناعات التكميلية وتجميع ملسكو المعدات الثقيلة على أساس أيضا مصانع الجرارات الزراعية وسوف نوسع من هذا التعاون في مجالات عدة في